مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة. وفيها المصدر أونلاين: الصحفي يوسف عجلان يستقبل مولوده الجديد وهو محتجز في سجون الحوثيين. 62 ألفا من أهالي المخا تركوا منازلهم وفروا إلى مناطق أخرى. ومن الأخبار الأكثر قراءة: النيابة العامة في كوريا الجنوبية تسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيسة السابقة. ومن البي بي سي: مواطن بريطاني يطلب من المحكمة منحه الحق في الموت. أهلا بكم، والبداية من موقع المصدر أونلاين والذي عنوان في صفحته الرئيسية: الصحفي عجلان يستقبل مولوده إبراهيم وهو محتجز لدى الحوثيين بدون تهمة. وقال الموقع: لم يحظى الزميل يوسف عجلان المحرر السابق في المصدر أونلاين والمختطف لدى ميليشيا الحوثي وصالح منذ 6 أشهر باستقبال مولوده الثاني الذي لطالما انتظر لحظة احتضانه وإطلاق الاسم الذي اختاره له منذ أشهر تخلقه الأولى إبراهيم يوسف. وقال الموقع إن الحوثيين فشلوا في إثبات التهمة على الزميل عجلان، وفشلت أيضا كل التوسلات والضمانات التي قدمتها أسرته من أجل الإفراج عنه، وبقيت وعودا لم تتحقق منذ اختطافه منتصف أكتوبر من العام الماضي. يضيف المصدر أونلاين: أطلق يوسف على مولوده الثاني اسم إبراهيم، وللاسم إيقاع موسيقي كما قال مازحا قبل أيام من ولادة نجله: ابني سيكون له اسم ذو إيقاع فني. ما تزال جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح تختطف يوسف عجلان في سجن الأمن السياسي وسط العاصمة صنعاء دون أن توجه له أي تهمة، حتى أنها لم تحقق معه. وكان عجلان قد استقال من عمله محررا للأخبار بعد أن انتقلت هيئة التحرير إلى خارج البلاد عقب أيام من اقتحام مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح لمقر مؤسسة المصدر قبل عامين بالضبط. يواصل الحوثيون وصالح اغتيال السلام في اليمن وإغراق البلاد في حرب مستمرة مهددة بكارثة تفوق كل التوقعات. هكذا بدأ السياسي المعروف ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين، وقال في أجزاء منه: بعد أن بدا واضحا أن استعادة الدولة هو اختيار شعبي يستند إلى حقيقة تاريخية وأنه لا مفر من تحقيق ذلك عبر إسقاط البنى الخرافية التعسفية، لجأوا إلى التمسك بأجزاء من البلاد كرهينة للوصول إلى تسوية طائفية كحد أعلى أو إنقاذية جراء ما ارتكبوه بحق البلاد والعباد كحد أدنى. كان ذلك هو الهدف النهائي الذي توصلوا إليه بعد أن صدمتهم الحياة بحقائق ما كان لهم أن يكتشفوها إلا بواسطة تلك المقاومة الباسلة التي تصدت لمشروعهم الفوضوي والذي على أساسه أعادوا صياغة تكتيكاتهم العسكرية والسياسية والإعلامية. وتتلخص هذه التكتيكات إجمالاً في عنصرين أساسيين هما عرقلة عملية السلام وتعظيم كارثة الحرب واستمرار حملات التضليل الإعلامي المنادية بوقف العدوان من ناحية، والتمسك بما تحت أيديهم من أرض كرهينة للتسوية النهائية من ناحية أخرى. وفي تسوق مع هذا التكتيك، فإن الإنقلابيين لم يعد يعنيهم شيء من أمر الدولة وقضايا الناس إلا ما يتعلق بأمنهم وتأمين الوصول إلى هذا الهدف الذي يسعون إليه بعد أن خسروا فرصة السيطرة الكاملة. ولهذا فإنهم يواصلون إغراق البلاد في هذه الكارثة التي صنعوها انتقاماً من ذلك الوعي الوطني الذي قرر أن يستعيد المبادرة في مواجهة انقلابهم، ومن ثم تصفية عوامل التخلف التي يعاد إنتاجها في صور شتى من الفساد السياسي والاستبداد الملتبس بمزاعم الحق الاعتباطي بالحكم. إن الوعي الوطني الذي أخذ يعيد بناء مقاربات وطنية لشكل الدولة ومضمونها ونظامها السياسي وأسلوب إدارتها قد ترسخ بحقيقة أنه الأكثر قدرة على إقامة الجسور مع المستقبل، بعد أن أثبتت الوقائع أن الذين تحركوا في اتجاه معاكس لم يحصدوا غير الفشل الذي أفضى إلى الحروب والفوضى وسرقة أحلام الناس البسيطة في الأمن والاستقرار والعيش بكرامة.
قالت مصادر محلية في محافظة إب إن ميليشيات الحوثي وصالح نفذت حكما بالإعدام على مواطن في المحافظة بطريقة بشعة خارجة عن إطار القضاء. وقالت المصادر إن المواطن علي حميد محمد سعيد أعدم بطريقة بشعة خارجة عن إطار القضاء في منطقة محجرة بمديرية حزم العدين. في المقابل أكدت مصادر مقربة من المجني عليه أن قريبهم ليس له أي صلة بأي جريمة، مؤكدين أنه تم تنفيذ الحكم عليه بالقتل دون اتخاذ الإجراءات القضائية. ووصف أقرباء المجني عليه الحكم بشريعة الغاب، مطالبين بمحاكمة الجنات وفقا للشرع والقانون. قال موقع الوحدة وينت إن عشرات الأسر النازحة من المخا تصل محافظة إب، وفي شهر فبراير الماضي أجبرت المعارك الدائرة في مديرية المخا الساحلية 62 ألف شخص على النزوح إلى الحديدة وإب. وتعد محافظة إب من أبرز المحافظات التي قصدها معظم النازحين اليمنيين بسبب الحرب المستمرة منذ عامين. واستقبل مخيم وقير أواخر فبراير الماضي قرابة 70 أسرة نازحة قدمت من مديرية المخا الساحلية، لكن مشكلة النازحين لم تعد تقتصر على الوصول إلى موطن آمن أو الهروب من الموت بالسلاح، فالجوع تقدم إلى ساحة المعركة معلنا خصومته في وجه اليمنيين. في مثل هذا الشهر منذ 10 سنين رحل عن عالمنا كائن بل كيان شعري ضخم تزقزق في عينيه عصافير خضراء وجداول ضاحكة وسنابل مثقلة. هكذا بدأ حسن عبد الوارث مقاله المنشور في يمن مونيتور عن الشاعر الراحل محمد حسين هيثم. تسمعه تقرأ شعره، تجالسه وتحاوره، فتجد نفسك تصب عليه كل ما يحتويه إبريق القلب من ماء الحب وخمرة الاطمئنان. إنه محمد حسن هيثم، ذلك الشاعر الذي يجعلك ترى الشعر نبعا يترقرق في خطوط يديك لحظة قراءتك إحدى قصائده، لا سيما تلك التي يذرفها ذات حلم موجع. وفي النزل ذاك ستبكي كثيرا، لأن صباحا قديما ترجل بين يديك وألقى بلادا عليك. وكان شعر من هذا الصنف سببا في مطاردة هيثم، يومها اضطر الشاعر إلى النزوح من جنوب وطنه إلى شماله، ويومها فر من الوطن إلى وجع استثنائي ينتصب بين الوطن وشيء يشبه الوطن، ويومها وجدناه يرتجل نهارا ما لجنازته وألفيناه ينتخب يوم الاثنين، ليس لأن الأحد طفل مائي الخطوات أو أن الثلاثاء بلا عينين، لكن الاثنين هو الاثنين، قبر مرتجل وصباح منكسر الساقين. ويومها كان محمد يشيع بين الكنايات 10 حروب وعشر سلال من الأصدقاء، ولكن كم ستبكي، كم ستذرف من بلاد يا محمد. كان قطار الجنوب يدحرج أحلام الشاعر الغريب بين عاصمتين في وطن مشطور. إن الإنسان لا يدرك المعنى الحقيقي لمفردات مثل القمع، القهر، الإرهاب إلا في اللحظة التي تهوي أسلحة هذه المفردات على روح الشاعر. بدأ في مديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن مشروع إزالة الركام ومخلفات الحرب من المرافق الحكومية بالمديرية. وقال موقع عدن العاصمة إن الحملة ينفذها ائتلاف شركتي مقاولات وبإشراف منظمة اليونيسف وبتمويل من الحكومة اليابانية. وأكد مدير مديرية صيرة خالد سيدو أن إزالة الركام ومخلفات الحرب يهدف إلى إعادة تأهيلها وإعادة تطبيع الحياة في مدينة عدن والحفاظ على المنظر الجمالي الذي تتميز به. وثمن سيدو جهود منظمة اليونيسف والحكومة اليابانية ودعمها لمثل هذه المشاريع التي تعيد الحياة إلى طبيعتها في عدن. موقع 26 سبتمبر قال في صفحته الرئيسية إن 29 من جرحى الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة توجهوا إلى السودان. وقال مندوب الجرحى في المنطقة الخامسة الدكتور محمد نور إن هذه الدفعة من جرحى الجيش الوطني هي الدفعة الثالثة التي توجهت إلى السودان عبر مطار جيزان لتلقي العلاج على نفقة مركز الملك سلمان للإغاثة. وأشاد نور بالجهود المبذولة من قبل قيادة المنطقة ومركز الملك سلمان لتخفيف المعاناة عن جرحى الجيش الوطني، والتي تستدعي تعاون الجميع لتقديم مزيد من المساعدة والدعم الإنساني. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا.
أهلا بكم مجددا. مركز القلب في اليمن ينبض آخر نبضاته، عنوان لصحيفة العربي الجديد. وقالت الصحيفة: دخل انهيار النظام الصحي في اليمن طورا جديدا من الخطورة بسبب الحرب، لتصل إلى حالات طبية حرجة جدا، كما هو حال مستشفى القلب. تضيف الصحيفة: الحرب زادت أعداد اليمنيين في المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية المتخصصة، وبحسب الصحيفة لم يعد لمرضى القلب أي أولوية في درجات الاهتمام الصحي بهم، بل رفع كل الدعم عن مركز أمراض القلب الحكومي الوحيد في البلاد، ليصبح الآن مهدداً بالتوقف نهائياً. مئات من مرضى القلب يتكدسون على أبواب المركز الواقع في مستشفى الثورة العام بصنعاء، بعدما انخفضت دورة العلاج إلى 4 مرضى يومياً كأدنى معدل تشغيلي للمركز منذ إنشائه عام 2000، وبات المحظوظ هو من يحصل على دور في الخدمة الطبية، ولم تتمكن إدارة المركز أو السلطات الصحية من إيجاد حلول للمشكلة. صحيفة الخليج نقلت عن الناطق باسم منظمة اليونيسف في اليمن محمد الأسعدي قوله: إنه بات 1.25 مليون موظف حكومي ومن يعولونهم دون أي دخل يذكر بسبب توقف صرف الرواتب، إلى جانب تعليق المعونات النقدية الحكومية للفقراء والتي يستفيد منها 8 ملايين شخص. ولم تقتصر المشكلة على موظفي الدولة الذين انقطعت مرتباتهم، ولكن شملت أيضا وفق الأسعدي العاملين في الأنشطة الزراعية والسمكية وتربية الماشية، والتي نالت نصيبها من الدمار في الحرب بعد أن كانت تستوعب أكثر من نصف القوى العاملة، وتعد بمثابة المصدر الرئيسي لمعيشة 1/3 السكان. وتشير التقديرات الدولية إلى أن نحو 70% من العمالة لدى شركات القطاع الخاص سرحوا من أعمالهم، وأغلب شركات الخدمات النفطية والتغذية والفنادق فئة الـ5 نجوم أغلقت وأسرحت موظفيها وعمالها. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليمنية رصدت، وبحسب صحيفة الاتحاد، ارتكاب ميليشيا الحوثي والمخلوع مجازر جماعية بحق المدنيين العزل، وذلك بقصفها التجمعات السكنية والأسواق الشعبية عشوائيا. وبحسب التقرير، فقد رصدت فرق اللجنة مقتل 10811 مدنيا بنيران وقذائف ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح، بينهم 679 امرأة و1002 من الأطفال و9160 رجل خلال العامين الماضيين. وعزت اللجنة ارتفاع القتل المدنيين خلال عام 2015 إلى اجتياح ميليشيا الحوثي والمخلوع للمحافظات الوسطى والجنوبية، إذ كانت الميليشيا في تلك الفترة تقصف المناطق المأهولة بالسكان عشوائيا بما فيها من مدارس ومستشفيات. أن تكون كاتبا إنسانا، عنوان للكاتب منذر فؤاد لمقال منشور في صحيفة العربي الجديد، والذي قال فيه: الكتابة الصحفية أو كتابة المقالات تتطلب التحلي بالأمانة والمسؤولية، خصوصا في أوقات الأزمات والصراعات، نظرا لأن أي كذب من الصحفي أو الكاتب في هذه الحالة لا يفقد مهنيته فحسب، بل إنسانيته أيضا. الكتابة من منطلق إنساني تعني أن تنحاز للإنسانية قيمة أخلاقية وليس للإنسان فردا، لأن الإنسان قد ينحرف عن إنسانيته في اتجاه معاكس للفطرة السوية ويصبح مجردا من كل القيم الإنسانية، فيقتل ويظلم وينكل، شأنه في ذلك شأن الحيوانات المفترسة بل أشد من ذلك، ويستوي معه في ذلك من يبرر له أفعاله عن طريق الكتابة وتضليل الجماهير. حجم المأساة الإنسانية في مدننا العربية يتطلب من الكاتب أن ينتصر للإنسان بكل ما أوتي من حبر وشجاعة ويقظة وضمير، فإن كان ضعيفا فالسكوت، وإن كان غير مقبول، إلا أنه أفضل بـ1000 مرة من أن يتحول الكاتب آلة دعائية يستهلك فيها طاقته لقتل الضحية مرتين مقابل الانتصار للظالم. وفي الأخبار الأكثر قراءة في صحيفة القدس العربي: النيابة العامة في كوريا الجنوبية تسعى لاستصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيسة السابقة
بارك. وتقول الصحيفة: قررت النيابة العامة في كوريا الجنوبية السعي لاستصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيسة السابقة للبلاد بارك كونغ هي في قضية تتعلق بمزاعم فساد. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن بارك تواجه اتهامات بالرشوة وإساءة استخدام السلطة وتسريب أسرار حكومية تتعلق بالفضيحة المحيطة بصديقتها تشوي سون سيل. وقالت النيابة العامة في بيان: لن يكون من العدل ألا نتقدم بطلب لاستصدار مذكرة اعتقال بحقها، بالنظر إلى أن شريكتها تشوي علاوة على المسؤولين الحكوميين الذين ساروا على خطاها وكذلك من أعطوا رشاوي فقد تم اعتقالهم جميعا. وعزلت الجمعية الوطنية في ديسمبر الماضي الرئيسة السابقة من منصبها بتهمة التواطؤ مع تشوي لابتزاز شركات كورية جنوبية كبرى من بينها سامسونج والسماح لصديقتها بالتدخل في شؤون الدولة. شبكة البي بي سي قالت في أحد أخبارها الأكثر مطالعة إن رجلاً بريطانياً رفع دعوى قضائية للحصول على الحق في الموت للأشخاص المصابين بأمراض لا يرجى شفاؤها والذين يحتمل بقاؤهم على قيد الحياة لسنوات عديدة. وتقول الشبكة: أصيب أوميد عام 2014 بمرض عصبي يسمى الضمور الجهازي المتعدد. وقال أوميد في أحد برامج بي بي سي الإذاعية إنه لا يستطيع الحركة ويعاني من أجل أن يتكلم، وحاول الانتحار عام 2015، ويعد الانتحار بمساعدة الغير مخالفة للقانون في بريطانيا، لكن أوميد يسعى إلى نقل قضيته إلى المحكمة العليا، وطلب محاموه بعقد جلسة استماع كاملة، ومن المتوقع أن تعلن المحكمة حكمها خلال الأيام المقبلة. وقال أوميد الذي لا يمكن الكشف عن اسم عائلته لبي بي سي في مقابلته الأولى: لا أستطيع المشي أو الكتابة، لا أستطيع الحديث، وهناك تأثير على ذهني، أستطيع فقط التحرك من السرير أو أنهض بمساعدة الآخرين، وخلال شهرين أو ثلاثة ستسوء الأمور أكثر. قالت صحيفة البيان إن الجهات المعنية في الإمارات العربية المتحدة تمكنت من ضبط متهمين بسرقة منزل، وبالتحقيق معهم تبين أن اللصوص كانوا على دراية أن الأسرة لم تكن متواجدة في منزلها بعد الاطلاع على العديد من منشورات الزوجين على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت أوراق القضية أن جميع أفراد الأسرة من المهتمين بنشر صورهم قاموا بإتاحتها لجميع المستخدمين دون ما تحديد أو ضوابط. وأشار أفراد الأسرة إلى أنهم غادروا الدولة لقضاء إجازة، وأثناء عودتهم من الإجازة تفاجأوا أن الأبواب الداخلية للمنزل مكسورة وصندوق الأمانات قد كسر وسلب ما بداخله من أموال ومقتنيات ثمينة. وأصدرت الهيئة القضائية حكما بسجن المتهمين لمدة 10 سنوات مع الإبعاد عن الدولة. يحتفل العالم بساعة الأرض بإطفاء الأنوار في أهم المعالم في شتى أنحاء العالم للفت الانتباه لظاهرة التغير المناخي. شبكة البي بي سي نشرت بعضاً من صور الاحتفال، نتابع. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.